عليكم كي دايرين المشاهدين والمشاهدات، معكم شهيوات فريده من نوعها. كتقول لكم شكرا 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 بزاف بزاف اللي كتدعموا لي القناه ديالي وكتفرجوا لي في الفيديوهات ديالي، وكنشكركم بزاف بزاف كل من دخل القناه ديال شهيوات فريده من نوعها وشجعها ودار ليها اللايك وخلى ليها تعاليق زوينين. كنشكركم بزاف بزاف، كنتمنى ربي يحفظكم ليا ويخليكم ليا دائما مشاهدين عزاز وغاليين. اليوم المشاهدين المشاهدات جيت بغيت نقدم معكم كيفاش نقرملو اللوز، المكسرات، المملحات، كل واحد كيفاش كيقول لهم، كيفاش كنخليهم مالحين بحال الشكل ديال عند مولين الزريعه. المهم حنا اهم حاجه البساطه، البساطه دائما البساطه الحمد لله. المهم اللي بغيت نوريكم ان شاء الله نقول لكم كيفاش كندير. عندي البنات اللوز، المتتبعين والمتتبعات، عندي اللوز، عندي الاكاجو، عندي الكاوكاو. غنوريكم الطريقه كيفاش كنخليهم بحال الشكل ديال مولين الزر اللي كناخذو عند مول الزريعه، كيفاش كنملحوه باش كيجي بديك الطريقه، كيجي زوين ومالح ومقرمل مقرمل مقرمل، كيجي غزال وهائل بزاف بزاف. المهم غادي تجربوه وغتخلي عليا في التعاليق، ما غاديش تبقاو تاخذوهم عند مول الزريعه نهائيا. باي باي مول الزريعه. كنحتاجو الملحه، عندنا هنا الملحه، كنحتاجو لواحد هكا المعلقه ديال الخشب باش تنحركو، وكنحتاجو الماء، عندنا الماء والمهم والمقله، عندنا هاد المقله الثقيله هادي، راه كل واحد عنده هاد المقله في دارو. هاد المقله الثقيله هي فاش غادي ان شاء الله نقرملو هاد الشيء ديالنا، عندنا اللوز والمهم هاد المكسرات كلهم هنا فين غادي نقرملوهم ان شاء الله. انا نوريكم الطريقه البنات ونقول لكم كيفاش كديروا. المهم ها المقله درناها تسخن، غنبدا معكم بالاكاجو. بسم الله على بركه الله. المهم اي حاجه، بسم الله على بركه الله، هي المقله درناها تسخن، بسم الله على بركه الله، هي المقله كتسخن، كنخويو بحال هكا الاكاجو، كنديروا معلقه الخشب باش ما نتحرقوش. غناخدو الملحه، غنديرو الملحه شويه هكا بالزيت، بسم الله على بركه الله. المهم نديرو جهد معلقه كبيره ديال الملحه، بسم الله على بركه الله. كناخدو الماء، بسم الله، كنرشو بحال هكا بالماء، كنبقاو نحركو. ما تخافوش من هاد الماء، تقولو راه غادي يرطب لينا هذا الاكاجو ولا غيرطب لينا المكسرات ولا شي حاجه، لا، ديك الملحه كتلصق في هاد الاكاجو، غادي تدخل معاه مزيان، وحنا كنبقاو نحركو راه منقوصه البوطه. المهم بحال هكا غنبقاو مستمرين في هاد بحال هكا بالتحرك. كنديرو داك الماء في الاول والملحه اللي غادي نقرملو فيها هاد الاكاجو، كنبقاو نحركو بحال هكا. المهم ما نزقوش من التحرك، بحال هكا ضروري نبقاو نحركو نحركو واحد ربع ساعه. المهم ما كنبقاو نزيدو ما كنبقاو نزيدو الملح، هانتوما البنات راه غير شويه الماء، جهد جوج معلقات كبارين ديال الماء بحال هكا، كنبقاو نحركو. والله الا فكره ما نعاودش لكم. المهم الا جربتوها راه ما غتندموش عليها، على الطريقه تبقاو دائما قسم ما خرجتو وبانوا لكم هكا هاد المهم هاد المكسرات وهاد بحال هكا اللوز، اللوز الكاوكاو، الزريعه، الزريعه حتى هي الزريعه الكحله هذيك ديال نوار الشمس كتجيبوها، المهم راه كتجيبوها هكا معزوله وكديروها بحال هكا بهاد الطريقه، كديروها كتخو عليها الملح وكتديروا الماء كترشوها بالماء حتى هي. المهم بغيتكم حتى شي حاجه ما غاديش تبقاو تاخذوها من مولين الزريعه، لا الزريعه ديال القرعه لا كلشي كلشي. جميع هادو المكسرات وداكشي اللي تيكون كارم بحال هكا، هذه هي الطريقه ديالو. المهم غنبقاو مستمرين بحال هكا ناقصين البوطه. هانتوما البنات دابا غتبدا تبان لكم هاد الملحه بدات كتلصق في هاد الاكاجو، هانتوما ها هي بدات كتبياض، حنا راه ناقصين البوطه. ناقصين البوطه وكنخدمو. المهم البوطه منقوصه وحنا خدامين، شويه بشويه غيبدا يبان لكم كيتحمر على خاطرو. وديك الملحه واخا تتحرق وتتبقى لتحت، ملي تتهزو داك الاكاجو كتبقى ديك الملحه لتحت، كنحيدوها وكنعاودو نديرو الكاوكاو، كنحيدوها ونعاودو نديرو حاجه اخرى ونعاودو المهم كلهم الحاجه اللي بغينا نديروها بهاد الطريقه
بحال هكا غنديروا ليها. المهم بحال هكا غنحط. المهم البنات غنوريكم باش ما نطولش عليكم الفيديو، ملي غادي يتحمر كيفاش غادي يجي غندوز معكم ان شاء الله للكوكا. المهم المشاهدين انا حمرت هذا الاكاجو مزيان، ها هو دابا نقص عليه البوطه مزيان. المهم ربع ساعه ما كثر كنبقاو ناقصين عليه البوطه، هما ديك الملحه شكي ولات، هي ديك الملحه حتى هي تحمرات كيبقينا لها الطريقه. المهم انا بغيتو على هذا القياس، اللي بغاه قل من هكا ما يحمرش بزاف، واللي بغاه اكثر من هكا يزيد يخلي عليه البوطه منقوصه يبقى يقرمش فيه بحال الطريقه ويتحرك بحال الطريقه. المهم ان شاء الله غندوز غنحيدو نخليه يبرد، ما نديروش شي حاجه سخونه مثلا نسدو عليه في قرعه ولا شي حاجه، نخلوه يبرد فشي طبسيل بالملحه ديالو بكلشي. من بعد انا غندوز نحيد الاكاجو، انا غندير اللوز بسم الله. غندير الملحه الملحه على حسب، المهم كيف كيبقى على حسب اللي بغى يكثر الملح اللي ما بغاش يكثرها. ونديروا شويه الماء حتى هو البنات. ضروري نحركوا باش تخلط كلشي مع الماء والملح عفوا البنات. كلشي يدخل مع الملحه والماء باش ديك الملحه تلصق في اللوز. المهم كنبقاو مستمرين بحال هكا بهذه الطريقه ان شاء الله حتى هو تيتكرمل وندوز نوريكم. هذا المشاهدين والمشاهدات هذا اللوز، هذا اللوز تا هو شات بدل ليه اللون ديالو تحمر، هانتوما كيفاش رجع هو تا هو الملحه ديالو كيفاش اللون ديالها كيفاش رجع. المهم كيتحمر هنايا في وسط هذه الملحه، وديك الرشه ديال الماء اللي درت ليه شربت ديك الملحه مع داك الماء شربها اللوز. المهم دابا راه تكرمل غنحطو تا هو في طبسي ونخليه يبرد وندير معكم اللوز. هذا الكوكاو تا هو بسم الله، ديروا الكوكاو تا هو نفس الطريقه، نديروا الملحه تا هو اللي تكفينا فيه، ونديروا الماء تا هو نفس الطريقه. بسم الله على بركه الله. هذه الطريقه ديال الرمل، انا ملي كنجيب هكاد بحال هكا اللوز ولا الكوكا ولا الكركاع ولا اي حاجه ولا من القطنيات ولا من كلشي كندير فيهم الورقه ديال الرمل باش كتبقى محافظه ليا عليهم، ولا يبقى اللي بقى ما كيطرى ليه حتى شي حاجه. صافي كنبقاو مستمرين ثاني بحال هكا في الكوكا تيتحمر حتى هو تيتكرمل، نشوفوا حتى هو الطريقه علاش بغينا يتحمر شويه ولا بزاف. المهم غندير كيفاش كي درت الاكاجو واللوز، ونبقى حتى هو بهذه الطريقه المشاهدين حتى نكمل وان شاء الله نوريكم في التقديم. والكوكو على هذه الطريقه حتى هو تحمر. واخيرا المشاهدين والمشاهدات اللي متبعيني، المهم انا وجدت المكسرات ديالي المملحات. المهم انا وريتكم الطريقه كيفاش دايره. المهم راه ماشي غير لهاد المملحات اللي غادي نملحهم هكا بهذه الطريقه، راه قلت لكم المشاهدين كيف ما قلت لكم راه الزريعه الحمص اي حاجه نديروها بهذه الطريقه، نملحوها بهذه الطريقه ونقرملوها. عرفتي كيفاش جا؟ راه ما نعاودش لكم. المهم ها هو الاكاجو، ها هو جا محمر بهذه الطريقه، هانتوما كيفاش كيجي، كيجي مقرمل بحال هكا هانتوما، كيجي غزال اللهم بارك. وهذا اللوز ها هو شفتو كيفاش كيتبدل ليه اللون، حتى هو كيجي غزال كيجي مقرمل، ما غاديش يتقسم ليا مع مقرمل تبارك الله، والو ما غيتهرش. وهذا الكوكاو حتى هو بهذه الطريقه، حتى هو كيجي محمر كيجي زوين. المهم راه تبارك الله كله مقرمل، ها نتوما كله تحمر كله مقرمل كيجي غزال. المهم هذا راه كيعجب، كيعجبنا حنا الكبار ما نقولوا كاع الوليدات الصغار، يعني غير تجربوه راه غادي يحماقوا عليه الوليدات
وغتحمقوا عليه حتى نتوما، غتولوا ما غاديش تبقاو تستغناو عليه، غيعجبكم غيعجبكم بواحد الطريقه ما نعاودش ليكم. والله ساهل ساهل، وما كاينلاش غنمشي نشريو في الزنقه، وكتشري في الزنقه كتشري بواحد الثمن يعني زايد، من الاحسن الانسان يشريه ويصيبو في الدار ديالو. ونتمنى يكون عجبكم الفيديو ديالي ديال اليوم. المهم زوقت بحال هكا، عندي القرقيع زوقت بهذه الطريقه حتى هو راه من المكسرات. المهم راه ديروه مع بحال هكا قريشلات كديروا، المهم كتخلطوا بحال هكا مع بزاف د الحوايج، هاد اللوز والكوكاو والاكاجو. المهم ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك وشي تعليق يكون زوينكم يكون زوين بحالكم، ونتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلبكم. وشكرا بزاف الناس اللي تيتبعوا القناه ديال شهيوات فريده من نوعها، والله يجازيكم بخير، وكنشكركم بزاف. شجعوني فضلا وليس امرا.